بالخير. اليوم بفت بيت مثل ما شايفين انا على الفري ستايلر بورد، مش بس انا وبهيجة، يعني رح اكون عم اشتغل انا بجهة وهي بجهة تانية، هيك تنخلق اجواء شوي بتسلي اكثر، وتتشوفوا هالاوبشن يلي هي فري ستايلر بورد شو معقول تكونوا عم تعملوا فيها. عن جد اوبشن كثير حلوه. رح ثبت الالاستيك باند بإجري. واحدة من الأشياء اللي كتير مهمة بهيدا البورد إنه اللي بثبت الإلاستيك باند هو إجري، يعني ما عم بربطها لا بالباب ولا بكرسي، بالعكس هي مربوطة بجسمي وعم باخد إذا بدكم عم بتحكم أنا بالريزيستنس مثل ما بدي. رح أطلع أحط إجري على الفري ستايلر ورح كون عم بدل أنا وياكي. وهون مثل ما شايفين صار الريزيستنس شو معك انت هلا بايدك كلوين، اذا انت غيرتي انا رح تزيد عندي الريزيستنس. ورح اكون عم نبلش بايسبس كيرل، اكسرسايز كثير هين. رح نشغل عضلات الايدين، اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. أكيد سويتش سايدز كمان. رح نكون عم نشتغل بالإيد الثانية، اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة. عملنا ثمانية أول جهة وهي ثمانية ثاني جهة. رح ننتقل لنشتغل، خلي اجرك على الفري ستايلر ثابته ورح نشتغل لاترال ريز مثل ما شايفين. اثنين ثلاثه اربعه خمسه رفعت سته سبعه ثمانيه تسعه بعد وحده عشره. سويتش سايدز اكيد بدنا نكون عم نشتغل بالايد الثانيه، واحد اثنين. قد ايه حلو هيدا الشيء، ما فيك تتخيلي انه عم بيصير كل هيدا الشيء. نحن بنستعمل نفس البورد كمان، تسعه اخر مره عشره. واو اوكي، إذا بدك خدي أنت هاي وأنا باخد هاي، بنرجع على 1 إلاستيك باند، ما بقى عم ناخد ريزيستنس من بعض، صرنا عم ناخد الإلاستيك باند تحت، عم بطلع فيها تلوع، حاشتغل ترايسبس إكستنشن، وبطلع تلوع لفوق، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة كمان ستة سبعة تسعة بعد مرة وحياة عشرة. ريح أكيد سويتش سايدز. حأطلع من هون، فيني يكون عم باخدها بهالطريقة إذا بدي. يس بيرفكت، هاي هي. And go up، واحد اثنين ثلاثة أربعة، ماشي حالك، خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة هاي عشرة. ريح أكيد مثل ما شفتوا عنا بعد كتير variations نقدر نكون عم نعملها بهيدي الطريقة وبغير طريقة، حتى على الفلور فينا نكون عم نعمل دبلينج للتيوبس، يعني بدل ما نشتغل بايزي تيوب نكون عم نشتغل بتيوب بعد اقسى ونحط انذر تيوب ونشتغل، يعني تقريبا عندنا جيم فينا نكون عم نستبدل ميني جيم. اكزاكتلي سو هيدي هي هيك كم تمرين اشتغلناهم على الفري ستايلر. ان شاء الله تكونوا استفدتوا من هالاوبشن اللي معقول تكون عندكم اياها اكيد بالبيت، تكونوا عم تستفيدوا وتمرنوا كل عضلاتكم فيها. بتمنى لكم نهار حلو مثل العادة، قد ما فيكم تكونوا أكتف، نهار كله نشاط، وأكيد بشوفكم بتمارين جديدة بكرة.